عايز اقول لك على حاجه، في مصر مفيش مجال لديكتاتور خلاص. في مصر هيتم تداول للسلطه كل 4 سنوات، ولن يستطيع اي حاكم في مصر ان هو يستمر في مكانه بعد انتهاء فتره ولايته. مش هبقى حكم عليكم او حجر عليكم يا مصريين في اختياركم، اختاروا اللي انتوا عايزينه، لكن في ناس انا عارفهم فاسدين، لن اسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده. With preserving 2 4-year terms and not to change it. And if there is any change needed to the Constitution, if it is needed, and I'm not talking about the terms, I am saying that we have a new Constitution now and we are working on making new laws to abide by it in the country of Egypt. I am not for any amendments to be made to the Constitution in this period. النهاردة فترة أو اتنين على الأكثر، مفيش خيار تالت. صادق قوي وأمين قوي إن شاء الله وشريف قوي إن شاء الله، لأن أنا هقابل ربنا على كل كلمة بقولها وكل فعل عملته.